بال يعني شعبي تفضل الوقت تحت في وقت تفضل عشان مو بعدين تبتر من المخرج ما ادري عنه. يا لا لا طبعا هذه بيني وبين الدكتور الشاعر مسيه بالخير وجميع الشعراء الدكتور عبد الواحد الزهراني. يا لا 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 ليت لي صاحب ما يوم خيبني ولا خيبه إن طلبته وأنا في حاجته جاني بفزعه ونخوه وإن طلبني وقلت أبشر فعز الله يبشر به لكن الظاهر إن الوقت ذا لو شفت الأصحاب واجد لو تغرب لهم بتبقى لوحدك لحظة الغرب لا يعني لعاد تتعصى على صاحب وتلقى خوانه صاحبي جايبي يما غير جايبي ما هو بصاحبي صاحبي جايبي يما غير جايبي ما هو بصاحبي. طبعا هذا البدع مني الرد من الدكتور عبد الواحد يقول يا اخي ولا يعيبني لا واخاطبك يا خيبه احنا الاثنين من بطن وظهر وابوك ابي وانحن اخوه حبذا لو تعاونا بقوت الروح وبشربها اخي عض في معنى غلاه خوته بنا واجد لو طلبني جنوب وشام زدت الشرق والغرب له متعس الشخص لا صار الغريب هم له من خوانه ليش عذر بخي وافزع لولد الناس لو صاحبي ليش عذر بخي وافزع لولد الناس لو صاحب سلامتكم على الله يعطيكم العافيه. ايوه ايوه حيوني ايوه ايوه يعطيكم العافيه الله يعطيك الف عافيه.